عشان نفهم حكاية الصراع الروسي الأوكراني والقلق اللي حاصل، أنا لخصته لك في 10 أسئلة هتفهم منهم الحكاية. أنا محمد الزمزمي في حكاية الترند. أول حاجة، ليه بدأت المعركة؟ روسيا بتعتبر أوكرانيا ضمن مجال نفوذها الطبيعي، يعني لقرون كانت جزء من الإمبراطورية الروسية، وكتير من الأوكرانيين ناطقين باللغة الروسية ونفس الثقافة ونفس الديانة كمان، وكانت أوكرانيا جزء من الاتحاد السوفيتي لحد ما حصلت على الاستقلال سنة 91، يعني في ترابط ثقافي وتاريخي بين البلدين. لكن زاد التوتر بسبب قرب أوكرانيا من الغرب واحتمال انضمامها إلى الناتو أو الاتحاد الأوروبي اللي بيشكل خطر على الأمن القومي الروسي من وجهة نظر روسيا، في حين بقى إن أوكرانيا لا انضمت للناتو ولا بقت في الاتحاد الأوروبي، لكنها بتتلقى مساعدات مالية وعسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. السؤال الثاني، هل التوترات دي جديدة؟ أحب أقولك الموضوع قديم وبدأ سنة 2014 لما عبر الجيش الروسي إلى الأراضي الأوكرانية بعد الاحتجاجات الجماهيرية في أوكرانيا اللي أطاحت بالرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش، وجات حكومة موالية للغرب، فضمت روسيا شبه جزيرة القرم ودخلت شرق أوكرانيا ودعمت الانفصاليين في منطقة دونباس، وكان في تفاوض لوقف إطلاق النار سنة 2015، لكن القتال كان شغال وفي مناوشات كده من وقت للتاني. نروح بقى للسؤال الثالث، ازاي حصل الهجوم الروسي؟ الموضوع بدأ بحشد عسكري على الحدود الأوكرانية، وفي 21 فبراير وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراسيم بتعترف بمنطقتين في شرق أوكرانيا وهما دونيتسك ولوهانسك، وبقوا جمهوريتين مستقلتين. ويجي يوم 23 فبراير ويعلن بوتين بدء عملية عسكرية ضد أوكرانيا. السؤال الرابع، بوتين قال إيه عن الحملة العسكرية؟ قال إنه عمل كده بناء على طلب من قادة المناطق الانفصالية في دونيتسك ولوهانسك اللي وقع معها اتفاقيات من كام يوم، وقال إن القوات الأوكرانية كانت بتنفذ عمليات تطهير عرقي والجيش الروسي هدفه نزع السلاح وليس الاحتلال، وطالب أوكرانيا بإلقاء أسلحتها أو تحمل بقى مسؤولية إراقة الدماء. نروح بقى للسؤال الخامس، أوكرانيا عملت إيه؟ في 23 فبراير أعلنت أوكرانيا حالة الطوارئ لمدة 30 يوم والتعبئة العامة، وأعلن الرئيس الأوكراني الأحكام العرفية، ودعا العالم إلى وقف بوتين. طب السؤال السادس، العالم بقى كان رده إيه؟ أدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والناتو ودول تانية الهجوم الروسي وبدأت في إصدار عقوبات اقتصادية ضد روسيا، وفي 23 فبراير أعلنت ألمانيا إنها هتوقف التصديق على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 اللي بيربطها بروسيا عن طريق بحر البلطيق، ورفضت الصين وصف الهجوم بأنه غزو ودعت إلى الحوار. نروح بقى للسؤال السابع المهم جدا، ليه أوكرانيا ضعيفة؟ على الرغم من الغرب بيمدها بالأموال والأسلحة، إلا إن أوكرانيا مش عضو في الناتو وبالتالي مش هتقدر تعتمد على الدعم العسكري المباشر من الولايات المتحدة وحلفائها، وعلى الرغم من مئات الملايين من الدولارات اللي جت من المساعدات الغربية للجيش الأوكراني في السنوات الأخيرة، فضل في فرق بين أوكرانيا وبين روسيا. أوكرانيا ترتيب جيشها 22 عالميا وروسيا رقم 2، مقارنة ما تنفعش، مين هيقابل مين؟ وأوكرانيا محاطة بحلفاء روس وروسيا نفسها، وده سهل العملية العسكرية ويبقى سهل جداً على روسيا تسيطر على أوكرانيا. السؤال الثامن بقى، إزاي ده هيأثر على الاقتصاد؟ بتسيطر روسيا على موارد عالمية ضخمة زي الغاز الطبيعي والنفط والقمح، لذلك هيكون للصراع عواقب بعيدة المدى وهيترتب عليه ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. روسيا مسؤولة عن تلت الغاز الأوروبي ويتم توصيله عبر أوكرانيا، وأي اضطراب ممكن يأثر ويجبر الدول الأوروبية على البحث عن مورد تاني، وده بقى محتاج شوية وقت وهيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية. نقطة تانية، روسيا وأوكرانيا من أهم منتجي القمح، والعمل العسكري هيعطل إنتاج الحبوب وتوزيعها، وده هيترتب عليه زيادة تكاليف الغذاء على المستهلكين في جميع أنحاء العالم. نروح للسؤال التاسع، ليه التوقيت ده بالتحديد؟ موارد روسيا في الوقت الحالي كبيرة وقوية من منظور بوتين، لأن الدولة عندها 600 مليار دولار من احتياطات العملات الأجنبية، وخصصت مبالغ كبيرة لإعادة بناء الجيش الروسي. بوتين شايف إن ده أفضل وقت. ليه بقى؟ لأنه شايف الغرب والولايات المتحدة على وجه التحديد على إنهم ضعاف،
وغالباً التدخل هيكون بالعقوبات، وهو أساساً عامل حسابه على ده، وكمان افتقار الرئيس الأوكراني إلى الخبرة السياسية، فده وقت مثالي للزعيم الروسي للتحرك. السؤال العاشر، إيه بقى العقوبات اللي ممكن تواجهها روسيا؟ أعلن الرئيس الأمريكي بايدن إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على المؤسسات المالية الروسية، وعزلت أكبر البنوك الروسية عن النظام المالي الأمريكي، وعقوبات كمان على النخب الروسية كمان في الدائرة المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين، وهتطبق أمريكا كمان ضوابط على تصدير التقنيات لروسيا، إلى جانب بقى عقوبات من المملكة المتحدة وأوروبا. ولسه احنا في البداية، وكل ساعة في جديد. تقريبا أنا لخصت لك الحكاية، لكن في حكاية أهم، وهي الغاز الروسي اللي لو بوتين قرر يوقف تصديره لأوروبا هتحصل كوارث، وده موضوع مهم نتكلم عليه في حلقة تانية. ولو عايز معلومات أكتر ما تنساش تنزل تبص على المصادر. شكرا، وأشوفكم في حلقة جديدة.